وبالعودة إلى التطورات في غزة، ينضم إلينا مراسل العربي من غزة صالح الناطور للاطلاع على آخر التطورات والتحديثات الميدانية لديه من خان يونس، خاصة فيما يتعلق بانتشال جثامين 3 شهداء كانوا يعملون على تأمين المساعدات قرب معبر كرم أبو سالم، وتظهر الصور تعرضهم للتعذيب. إليك صالح. نعم بالفعل، يعني قبل قليل حتى تم تشييع جثامين الشهداء 3 من هنا من مستشفى الناصر بحسب الإفادات التي حصلنا عليها، وهما من سائقي الشاحنات التي تعمل على نقل المساعدات. قال سائق الشاحن الذي نقلهم من محيط معبر كرم أبو سالم أنه كان في طريقه باتجاه المعبر واستطاع الوصول إلى 3 من الشهداء، أي بمعنى أنه كما أكد أنه هناك عدد آخر من الشهداء في المنطقة، لكن استطاع الوصول لـ3 منهم وتم نقلهم عبر هذه الشاحنة إلى مستشفى ناصر هنا في مدينة خان يونس. الإفادة الثانية من عم أحد الشهداء، وحيث قال أن ابن أخيه الذي كان يعمل مع آخرين على تأمين دخول هذه الشاحنات والمساعدات قبل عدة أيام تم احتجازهم واعتقالهم من قبل القوات الإسرائيلية، ومكثوا فيما يبدو 3 أيام، ومن ثم تركوا وتم الإفراج عنهم. لكن في طريق عودتهم إلى القطاع خارج معبر كرم أبو سالم تم استهدافهم من قبل مسيرة إسرائيلية بحسب الإفادة التي حصلنا عليها، وتركوا في تلك المنطقة ولم يستطع أحد الوصول إليهم. كان معهم عدد من العمال أيضا الذين تم الإفراج عنهم، لكن نجوا من هذه الغارة الإسرائيلية وهذا القصف الإسرائيلي. وخلال يومين الماضيين يعني تحدث بعضهم بإفاداته عما حدث أيضا، وصباح هذا اليوم كما قلنا تم نقل 3 منهم وشيعت جثامينهم قبل قليل. وأحد الذين تم الإفراج أو الشهداء الذين وصلوا كان مكبل اليدين، كان المربط البلاستيكي الذي كان أو يستخدمه جيش الاحتلال في تكبيل أيدي الأسرى كان ما زال موجودا في ذراعه اليسرى، وأحدهم أيضا كان مبتور القدم. وجثامين الشهداء كانت شبه متحللة أو أن يعني كانت في بداية تحللها، أي أنهم تركوا لفترة في هذه المنطقة وقد لربما كانوا جرحى وتركوا ينزفوا واستشهدوا بعد فترة بسبب عدم قدرة أحد على الوصول إلى هذه المنطقة التي عادة وهي فعليا تسيطر عليها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا بحسب الإفادات التي حصلنا عليها من معلومات بخصوص انتشال جثامين الشهداء 3، وقد يكون هناك عملية انتشال أخرى قد تكون في الساعات أو الأيام القادمة إن تمكن سيارات الشاحنات أو لربما تجرى عمليات تنسيق مع جهات كالصليب الأحمر أو غيرها، وفي غالب الأوقات تفشل مثل هذه المحاولات لربما يمكن انتشال أيضا عدد آخر من الشهداء، لأنه نعم أكثر صح. من مصدر أكد وجود عدد من الشهداء في محيط معبر كرم أبو سالم بسبب هذا الاستهداف الإسرائيلي. هؤلاء العمال هم من عمال تأمين المساعدات، نعم صالح. تم استهدافهم أكثر من مرة في أكثر من مكان، وهو استكمالا لاستهداف عناصر الشرطة أيضا. نعم صالح، شكرا لك صالح الناطور.